السلام عليكم. تستطيع أن تحب شخصاً وتتمناه، أو تحب مهنة وتتمنى العمل بها، ومن ثم تسعى جاهداً للوصول إلى هذا الهدف. ولكن انتبه، النجاح في الوصول إلى ما تتمناه هو شيء، واستمرار النجاح بعد ذلك هو شيء آخر. الوصول إلى ما نتمناه ليس هو معيار النجاح، ولا يمكن اعتباره نهاية مرحلة الجهد، بل على العكس هو بداية لمرحلة الجهد الأكبر والأصعب والأهم، وهو ماذا ستفعل لأجل الحفاظ على هذا الشخص أو هذه المهنة أو هذه الموهبة. هل ستواصل الاهتمام والتطور والبحث عن سبل ووسائل جديدة تساعد على مواصلة النجاح، أم ستتوقف عن بذل أي جهد حتى تجد علاقتك بكل ما تحبه وتمنيته يوما تذبل تدريجيا حتى تصل إلى مرحلة التوقف التام؟ في الدنيا الوصول هو أول الطريق وليس نهايته، والمجهود والاهتمام المبذول للحفاظ على ما نحب هو البطل الحقيقي لجميع قصص حكايات الناس التي انتهت سواء بالنجاح أو بالفشل. كتب الله لكم النجاح دوما، والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.